السلام عليكم البنات، كي دايرين؟ لاباس عليكم؟ اش اخباركم؟ ان شاء الله تكونوا بخير وعلى خير. اليوم فيديو جديد على القناه ديالي انامي فلوغ، خريجه واعره صراحه. عرضوا لي واحد صحاباتي كاينين في هرهوره وداك الشيء، واحد الغيزيدونس عندهم لابيسين وداك الشيء، وجبت باش يفوجوا البنيتات شويه ويعوموا شويه. خليكم معنا. كما كتشوفوا هذه هي الغيزيدونس الغزاله، ما شاء الله، واحد الهدوء الهدوء الهدوء. ايوا جينا نتفاجئوا شي شويه ونريحوا راسنا واحد شويه من الصداع ومن ستريس ومن كل شيء. خليكم معنا باش نوريكم جوهره بيا. قلت ما بغاوش يخرجوا لي البنات من لابيسين السبعه، دابا ما بغاوش، حيت اصلا جينا معطلين. هذاك الشيء علاش هيا تعرفي على المتابعين ديال جوهرة ويعقوب؟ مالك حشمانة؟ ايوا هادي هي الغيزيدونس اللي جينا ليها، ها هي التحدي. غنشوفو شكون اللي غادي تغطس وغادي تبقى تحت الماء بزاف. اوكي، واش يعقوت ولا جوهرة ولا مالك؟ يلا 1 2 3 يلا يلا غطسي، يلا يلا يلا. مالك اللي ربحات، مالك اللي ربحات. كبيرة هابطة يا قوتة، جودانك. طب سانك يا قوت، باي باي. طب سانك جوهرة. اوف فزقاتني، برافو. شوفوا البنات ما شاء الله ما شاء الله، شوفوا القطيطات غزيولين صغيورين. بقيت عندهم واحد القطيطه هنايا نافسه والده، ما شاء الله ما شاء الله، اللهم بارك. شوفوا الوليدات كيرضاو ما شاء الله. ها انتم راه دايرين لها النفاس الحليب والدجاج وداك الشيء مضغمر، دايرين لها السبعيه. ايوا البنات احنا خرجنا نتمشاو شويه، ندورو شويه بحالنا بحال الناس صراحه. والله العظيم حنا اللي مخشيين في الدار والناس خارجين وكيدوروا وداك الشيء، وحنا اللي جالسين في الدار. شوفوا ما شاء الله الدنيا عامره، شوفوا الناس دايرين طبيلات وجالسين عائلات. شوفوا هنا البنات راه في سان جيرمان دايرين كمامتنا، ضروري البنات، قال لك الوباء راه كثر عاوتاني. ايوا شوفوا شوفوا ما شاء الله الدنيا عامره. كانوا هنا البنات الالعاب ما بقاوش، كنت صغيره قبل ما نجي نتزوج كنجيو نتبحروا هنايا، وكنجيو كنتبعوا العاب، وعاد كنمشي انا وخالتي وصاحبتي عاد كنطلعوا للدار. دابا ملي جيت لهنايا ما بقاوش ديك الالعاب، ردوها ساحه وباركينغ، ولكن ساحه زوينه، الناس يعني جالسين العائلات. شوفوا ما شاء الله دايرين طبيلات كراسه. شوفوا يا قوت، شوفوا يا قوت، شوفوا يا قوت الكادو اللي جاها. هو يا قوت كادو، شنو يا قوت، شنو تقولي اليوم؟ هذه بصاصة صغيرة، بصاصة صغيرة. شوفوا 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 الكادو اللي جاها يا قوت، ويدي ويدي. نمشاو ونبدلوا ديك الروتين باش نوجدوا العيد الكبير التمارة ديالو. ايوا حنايا شوفوا، تنساونيش البنات بالتعاليق ديالكم الزوينه اللي كتشجعني اكثر واكثر، وخليوكم معايا في فيديوهات جداد ان شاء الله، وفي النشاط وفي الحيحه وفي وصفات وفي كل شيء. راني كنقرا لي كومونتير، اللي باغي الحريره اللي باغي هذا بيني في تراو، انا اللي دايره راه غادي نحط لكم كل شيء البنات. راه كيما عرفتوا التليفون اللي كانت عندي مشكله فيه صافي، ودابا راه غادي نقاد التليفون وداك الشيء وغادي نصايب لكم كلشي. حيت كتجيني اسئله بزاف بزاف، كتصيفطوا ليا في الانستغرام وكتصيفطوا ليا في التعاليق ديالكم. ايمان عاودي لنا على حياتك، ايمان قولي لنا شنو، واش انتي مزوج، عطينا نصائح، علاش تزوجت صغيره وداك الشيء. البنات انا ربا سمحوا ليا كنسيني غيزلان تجي من السفر ديالها وداك الشيء، باش غادي نديروا فيديو ديال اسئله واجوبه، وغادي نجاوبكم على كل شيء، وغادي نكون معكم صفحه بيضاء البنات. فهي خليكم معايا وما تنساونيش بالتعاليق ديالكم الزوينه.
عرفتي البنات واحد المنظر واعر تخيلي قلت لهم ما يمكنش واش انا فيك كنت عايشه عباد الله ما كنخرجش ما كان زعما واخا بنت الرباط ما شحال هادي الصراحه بيني وبينها سان جيرمان شي 5 سنين والله الا 5 سنين ملي كنت حامله بياقوت ما جيت ليه في مويلي واش ما يمكنش هاد الشيء قلت لهم انا فين عايشه وليت كنحس براسي صافي دار صخره دار صخره كلمه مع دابا كتبدلي جو كتديري واحد تغيير وداكشي كتحسي بنفسيتك ارتاحت قلت لهم ما يمكنش انا بقيت غير مخشيه غير في سلا ايوا ارتاحيت الصراحه ما كرهتش انتم تخرجوا وديروا شي تفويجه وتجيو لهنايا ضروا وجيبوا وليداتكم وداكشي والله الا الدنيا غزاله هنايا في سان جيرمان والله الا الدنيا واعره شوفوا الناس ما شاء الله يلا جهارة جاك البرد باي باي ياقوت هما مشاو الأميرة ديالي يضربوا دورة اي ياقوت او جيتو برمالكم علينا يلا ها نتوما الناس لا بغيتو تجيو اجيو سان جيرمان عند هاد الولد وركبوا وليداتكم هنايا شوفوا العودان عنده غزيولين ها نتوما كاين الابيض كاين الماغو ياك جوهرة سميتهم ستيلا وريو ها انت قالك ستيلا وريو والله الا غزيول تبارك الله ما بغانيش نقيصو طالع لي الدم صافي بنتي هبطي طلعتو لي الدم جوهرة كوكو شوفو جوهرة شنو عطاوها البنات كادو واو وريهم بغاسلي واو شتو لو كادو اللي جابو ليها صحاباتها جديد شوفو الحماق شوف اي جوهرة كوكو شوفو جوهرة شنو عطاوها البنات كادو واو وريهم بغاسلي واو شتو لو كادو اللي جابو ليها صحاباتها جديد شوفو الحماق شوف اي ياقوت شوفو البنات على لابيسين ولا منظر في الليل وجا الليل وجات جا الهدوء وجات الراحة وما كاينة راحة ملي عندو الدراري ما كاينة راحة انا جالسه هذاك اللي هذيك مقابله البحر هي ديالي انا جالسه هنايا وجالسه مقابله البنات حاضياهم اي واش غنديروا هادو هما مالي الوليدات الصراحه البنات غزاله الدنيا هنايا الراحه والهدوء زعما نعاودش ليكم واحد الراحه بوحدها حتى البنات حسيت بهم ارتاحوا فرحانين تلاقاو مع بنات وتصاحبوا وداكشي فرحانين بزاف ايوا البنات جاوني اللي بغيت نقول لكم كنبغي نهضر معكم كننسى كيجوني ميساجات بزاف في الانستغرام وميساجات في اليوتيوب وداكشي في التعاليق بانك ايمان واش مزوجه عاودي لنا على حياتك وهادي وهادي البنات انا راه باقا مجوجه انا ما مطلقاش انا راه مجوجه غير فين وفين هو وشنو طرا لينا وشنو علاش حياتنا تقلبات وعلاش بزاف د الحوايج فكنسينا البنات غير غزلان غادي تجي وهي باش غدير ليا اسئله واجوبه ونجاوبكم على كل شيء انا ما غنخبي عليكم حتى شي حاجه ونعاود لكم كل شيء حيتاش بصح بالصحه البنات راكم وليتوا عائلتي الثانيه والله العظيم الا قلت لكم ولا عندي انني ندير فيديو بحال لي شي حاجه عندي في الدار خصني نديرها والله العظيم الا بزاف بزافكم غادي تجي غزله ان شاء الله وغادي نجاوبكم على كاع التساؤلات ديالكم وشنو بغيتوا تعرفوا عليا انا وبنياتي وداك الشيء وهذا البنات راه كنحط لكم الرابط ديال الانستغرام ديالي فدخلوا ليه ودخلوا ليه ديروا ابوني تما باش نكونوا قراب اكثر واكثر وانا البنات راه كنخدم كنبيع كنجيب حوايج ديال تركيا حوايج ديال المغرب كل شيء عندي تما عندي راه كنحط فيها حويجات في ستوري وداكشي فصافي دخلوا باش تكونوا قراب باش الى عجبتكم شي حاجه شوفوا واحد الخايبه شوفوا هادي واحد البنيتات هنا ما شاء الله عليهم زعما ما شاء الله شنو سميتها سميتها مالك تينا راه حفظت سميت ويتي على قمر شحال غزاله قمر يا اختي راه ما كرهتش نوريكم هاد البنيتات الحلوين
ولكن ما يمكنش، خصنا حتى ناخذوا الاذن عند والديهم. كما قلت لكم البنات دخلوا عندي الانستغرام، راه كنحط الحوايج تما وكنحط هذاك الشيء، كندير سيكان، كندير كسيوات ديال الصيف، كل شيء، كل ما كيخص الموضه وداك الشيء، زرابي، كوفرليات، حوايج ديال هادو الديكورات ديال الدار وكل شيء. دخلوا عندي الانستغرام باش نكونوا قراب اكثر واكثر. شوفوا البنات انا واحد الصباغه دايره، عرفتي داك اللي كيمشي كيبغي يشري الصباغه وكيبقى يجرب لون في لون في لون، هي ديالي انا. ما عرفتش ما ندير، حرت وانا نقول والله تندير كاع نخلط اللوينات، ندير بحال الدراري الصغار وصافي. يلا ها البنات، المهم انا هضرت معاكم وقلت لكم دخلوا عندي الانستغرام، يلا باش نكونوا قراب بعضياتنا. وصيفطوا لغيزلان، صيفطوا لها قولها تجي دغيا باش نديروا فيديو ديال اسئله واجوبه.